لأن كثيرين راموا أن يكتبوا قصص الأمور التي نحن عارفون بها كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدي معاينين وخداما للكلمات. رأيت أنا أيضا كنت تابعا لها من الأول بتدقيق أن أكتب لك أيها العزيز تيوفيلوس كل شيء بترتيبه لتعرف صحة الكلام الذي أعبى به. كان في أيامه رودس ملك اليهود كاهن اسمه زكريا من فرقة أبي وامرأته من بنات هارون اسمها إليشبا وكانا كلاهما برين قدام الله وسائرين بجميع وصاياه وببر الرب بغير عيب. ولم يكن لهما ولد لأن إليشبع كانت عاقرا وكان كلاهما قد طعنا في أيامهما. وبينما هو يكهن في نوبة فرقته أمام الله كعادة الكهنوت بلغته نوبة وضع البخور فدخل إلى هيكل الرب وكان كل جمهور الشعب يصلون خارجا وقت البخور فظهر له ملاك الرب قائما عن يمينه مذبح البخور. فلما راه زكريا اضطرب وغشيه خوف فقال له الملاك لا تخف يا زكريا لأن صلاتك قد سمعت وامرأتك إليشبع ستلد لك ابنان وتدعو اسمه يوحنا ويكون لك فرح وتهليل وكثيرون يفرحون بمولده إنه يكون عظيما قدام الرب. لا يشرب خمرا ولا مسكرا ويمتلئ من الروح القدس وهو في بطن أمه ويعيد الكثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إلهيم. وهو يسير أمامه بروح إيليا وقوتي ليقبل بقلوب الآباء على الأبناء والذين لا يطيعون إلى حكمة الأبرار ليعد للرب شعبا مكملا. فقال زكريا للملاك كيف أعلم هذا وأنا شيخ وامرأتي قد طعنت في أيامها؟ فأجاب الملاك وقال له أنا هو جبرائيل الواقف قدام الله وأرسلت لأكلمك وأبشرك بهذا
لا تستطيع الكلام إلى اليوم الذي يتم فيه هذا، لأنك لم تؤمن بكلام الذي سيأتي في أوانه، وكان الشعب قائما ينتظر زكريا ومتعجبا من الطريف الهيكل. فلما خرج زكريا لم يستطع أن يكلمهم، فعلموا أنه قد رأى رؤيا في الهيكل، وكان هو يخاطبهم بالإشارة وبقي أخراج. ولما كملت أيام خدمته مضى إلى بيته، نظر إلي فيها ليزعل